السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة موضوع مهم جدا، هو أضرار ترك البيض الفارغ تحت الحمام. يعني البيض الفاضي، يعني أنا ما سيبش الحمامة نايمة على البيض الفاضي لأن له أضرار. إيه هي الأضرار؟ له أضرار كتيرة على الحمام. أضرار منها الأضرار اللي على الحمام أضرار صحية، والأضرار اللي على حضرتك أضرار اقتصادية. فأنت ليه أول، يعني نتكلم أول على الأضرار الصحية للحمام. شوف يا سيدي، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، نصلي على النبي كده الأول ونقول ايه، وركز في الكلام ده كويس. الحمام لو نام على البيض 18 يوم، الحمام لو نام على البيض 18 يوم ومر ميعاد الفأس، الحمام بيتعب جدا، بيتضر جدا. ليه؟ هقول لحضرتك بيتضر ليه الحمام. لو البيض طلع فاضي وهو كان نايم عليه لآخر يوم والبيض مفقس، لإيه بقى اللي حصل؟ انت حضرتك ما فرستش البيض لأي سبب، البيض طلع فاضي وانت ما فرستش البيض، نسيت تفرز البيض مثلا، او كسلت، او ما بتعرفش تفرز البيض. ايه اللي بيحصل بعد 18 يوم؟ الحمام بيكون بعد 18 يوم كون اللي هو اللبا، اللي هو زي اللبن اللي الزغلول بيتغذى عليه في البداية، اللي بيكون ناعم جدا لما تمسك حصلة الزغلول بيكون ناعم. ده اللي هو بيسمى اللبا، اللي زي اللبن بتاع الأم بتاع الرضاعة. ولما يكون البيض فاضي اللبا جاهز بيتعب الحمام صحيا. ده لو مفيش زغليل، لو ملقاش زغليل يزقها. خسارة بقى ايه على المربي اقتصاديا في ايه؟ اللي هو الايام ايه؟ لا ليه تسيب الحمام نايم مثلا؟ ممكن انت بعد 3 ايام او 5 ايام تشيل البيض ترميه، اللي هو فارغ هتشيله ترميه. طب انت تسيبه نايم اسبوعين ليه على الفاضي؟ ما بتستفادش منه. دي الاضرار الاقتصادية. حاجة كمان مهمة، ما ينفعش تجيب بيض قرب يفقس تنقله، ده مهم جدا، خد بالك من الحتة دي. يعني انا الحمامة دي مثلا بيضة بقالها يومين، بيضة بقالها 3 ايام، بيضة بقالها اسبوع مثلا، كل ده امثلة خد بالك منها. ما ينفعش اجيب بيض خلاص قرب يفقس واحطه لها. ليه بقى؟ لان البيض هيفقس في ميعاده، ودي ما تكونش لسه مجهزة للبا، او العكس يكونش دي اتقربت البيض اللي تحتها ده يفقس وانا اجيب لها بيض لسه قدامه بدري. لازم يكون البيض اللي تنقله من تحت حمامة تحطه تحت حمامة تانية يكون متباضى في نفس الميعاد، او فرق يوم زيادة او يوم ناقص ماشي تمشي، انما ما يكونش بقاله اسبوع، ما يكونش بقاله اسبوعين فرق بين البيض ده والبيض اللي انت هتضيفه، ده غلط. تمام. طيب فرز البيض بيكون ايه؟ زي ما قلت لحضرتك قبل كده، وانا عامل قبل كده فيديو عن فأس عن فرز البيض، اسف، طريقة فرز البيض هسيبه لحضرتك في صندوق الوصف، اللي هو كنا عملنا استخدمنا فيه كشاف الموبايل. يكون مثلا افضل تسيب ممكن من 3، لكن الافضل عشان تكون مطمئن قبل ما ترمي البيض ان انت تفرز بعد 5 ايام، عشان تكون ضامن ان البيض ما يترميش وهو لسه يعني ما اتملاش. لا، بعد 5 ايام احسن، علشان تكون ضامن ان هو البيض اكيد في 100% فارغ او ملان، تكون متأكد. تمام. طيب انت ممكن حد يقول لي ما ترميش البيض. ايوه ممكن، هقول لحضرتك ممكن تعمل ايه بالبيض الفارغ. له ايوه البيض الفارغ ممكن تستفاد منه، زي ما اقول لحضرتك. فلنفرض، هنفترض ان ده بيض فارغ، هم دول فعلا فيهم بيضتين فاضيين، فانا هطلع التالتة علشان لما زي ما قلت لحضرتك هم في نفس الميعاد متباضين مع بعض، لكن فيهم 2 طلعوا فارغين، فانا سايب لها بيضة. المثل اللي قلت لحضرتك هو البيضة دي باين، هو باين حتى دي رايق شوية باين، لكن دي هتلاقيها غامقة شوية، هي دي المليانة من غير ما نفرز ولا حاجة، باينة هي ان هي دي المليانة والاتنين دول الفارغين. ليه بقى؟ ما هتلاقي واحدة مليانة عشان لما يطلع زغلول اللي يلاقي
اللبة بتاع الحمامة يلاقي مكان يصرف فيه اللبة ده، يزغط بيه الزغلول اللي هيفقس من البيضة دي. وانا غالبا بنقل يعني، فما بلتزمش بالحكاية دي، بس المهم يكون في نفس الميعاد. طيب البطين اللي انا شلتهم دول اعمل فيهم ايه؟ ارميهم على طول؟ لا، انا ممكن استفاد بيهم، هقول لحضرتك الفايدة في ايه. طيب نيجي مثلا لطاجن زي كده، احط البطين فيه في مكان بعيد عن الحمام او في اي علبة، حط فيها شوية رمل مش لازم زي ده، او نشارة بعيد عن الحمام في مكان بعيد. طيب ايه الفايدة من ده؟ فلنفرض عندي حمامة مثلا، مش دي، هنقول مثلا الحمامة دي، هنقول الحمامة دي باضت اول بيضة، فلنفرض ان البيضة الاولى لها دي، تمام، النهاردة باضت. انا اجيب البيضة ده قبل ما تنام، قبل ما تنام فوقها وهي لسه ما سخنتش، تمام، خدت البيضة اللي هي لسه ما سخنتش، واكون انا معلم البيض ده بقلم، اعلمه بقلم عشان اعرفه، البيض الفارغ ده اعلمه بقلم عشان اشيله تاني، احطها اول يوم، احطها اول يوم للحمامة، تمام، لغاية واسيبها تاني يوم، اليوم التالت هتبيض بيضة، بتبيض بيضة يوم بعد يوم، هتبيض البيضة التانية، اروح شايل البيضة اللي انا معلمها ومرجع لها البيضة اللي انا شايلها، البيضة اللي انا شايلها اللي هي بيضتها الاصلية، تمام. يبقى كده ليه بقى بنعمل كده؟ علشان البطين يطلعهم في يوم واحد. يبقى دي الفايدة بتاعت البيض الفارغ، حتى البيض الفارغ كمان له لازمة، تمام. بكده يا رب تكون استفدت من موضوع النهاردة. فلو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.